سنة تالتة عاملين ايه؟ النهاردة هناخد درس جديد. تعالوا كده نبص مع بعض، مين ده؟ ده العالم ابن سينا. حد يعرف ابن سينا؟ انا مش عارفة، انتوا عارفين؟ ايه ده، محدش يعرف؟ طب نحاول نشوف مين ده؟ عباس ابن فرناس. حد فيكم عارفه؟ يا مس سمعت عنه قبل كده. طب سمعت ايه؟ سمعت ان هو كان بيطير تقريبا؟ لا ما كانش بيطير، هو كان بيعمل حاجة تانية بس هنعرف بعد شوية. مين ده؟ الحسن بن الهيثم. تعرفوه؟ لا يا مس ما سمعتش عنه. الزهراوي، حد يعرفه فيكم يا حلوين؟ لا يا مس مش عارفه. طب تعالوا نشوف في الدرس مين هم الأشخاص دول وإيه حكايتهم. درسنا بعنوان العصور الذهبية. درسنا بعنوان إيه؟ العصور الذهبية. هناخد الجزء الأول مع بعض، هقرأه، ركز كويس. في الوقت الذي كانت فيه أوروبا تعيش فترة تسمى عصور الظلام لكثرة الجهل، كانت هناك عصور ذهبية عند العرب تشير إلى الازدهار، فمعظم اختراعات اليوم يعود الفضل فيها إلى علماء تلك الفترة. بدأت العصور الذهبية في عهد الخليفة هارون الرشيد.786 إلى 809، عندما قام بافتتاح أول مكتبة عامة مفتوحة للعلماء والدارسين في بغداد وسماها بيت الحكمة. كان العصر الذهبي مليئا بالعلماء الذين أسهموا باختراعات في كل المجالات والتي لا تزال خالدة حتى اليوم. أشرح الجزء الأول من الدرس. العصور الذهبية، كلنا عارفين الذهب وقد إيه إن هو جميل ومميز ومختلف. لما نقول بقى العصور الذهبية يبقى فترة كانت حلوة جدا، كانت راقية، كانت فترة معروفة بالتطور العلمي والاختلاف والرقي، فمن كتر ما هي جميلة قلنا عليها عصور ذهبية. في وقت معين كانت أوروبا بتعيش فترة من إيه؟ من الظلام والضعف والجهل بشكل كبير. كان العرب بيعيشوا فترة من الازدهار والتقدم في كافة المجالات، وكان لديهم الكثير من العلماء والدارسين اللي بحثوا في كافة المجالات وجعلوها في قمة الرقي والتقدم. لغاية دلوقتي بنستخدم العلم بتاعهم وبيساعدنا في الدراسة. بدأت العصور الذهبية في عهد الخليفة هارون الرشيد، وكانت سنة 786 إلى 809، حيث أنها عمل إيه؟ هارون الرشيد عمل إيه؟ قام بافتتاح أول مكتبة عامة مفتوحة للعلماء والدارسين في بغداد. يبقى عمل إيه؟ أول مكتبة عامة مفتوحة للعلماء والدارسين. عملها فين؟ في بغداد. بغداد دي فين؟ في العراق. بغداد مدينة توجد في الإيه؟ في العراق. وسمى المكتبة دي إيه؟ بيت الحكمة. سماها إيه؟ بيت الحكمة. والعصر الذهبي كان فيه الكثير والكثير من العلماء اللي ساعدوا في وجود اختراعات ما كانتش موجودة وكانت مختلفة في كافة المجالات، وللغاية دلوقتي بنستخدمها ما نقدرش نستغنى عنها. المرة الجاية إن شاء الله هنعرف بعض العلماء اللي كانوا موجودين في العصور الذهبية. تعالوا كده نشوف الأساليب اللي في الدرس بتاعنا. أول حاجة عندنا كلمة العصور. العصور كلمة بها لام قمرية وبها مد بالواو والممدود حرف الصاد. كلمة الذهبية لام شمسية وكذلك تنتهي بتاء مربوطة في حرف جر. طبعا احنا عارفين حروف الجر
من وإلى وعن وعلى وفي وكاف واللام والباء. الوقت بها لام قمرية. الذي اسم موصول. الذي إيه؟ اسم موصول. تعيش فعل مضارع. فترة بها تنوين بالفتح. تسمى تنتهي بألف لينة. يبقى تسمى تنتهي بإيه؟ بألف لينة. عصفور هي اسم وبها مد بالواو. الظلام بها لام شمسية. والجهل لام قمرية. ذهبية بها تنوين بالضم. العرب كلمة بها لام قمرية. وإلى حرف جر. الازدهار بها مد بالألف. والممدود حرف الهاء. فمعظم الفاء هنا حرف إيه؟ حرف عطف. فاكرين إيه هي حروف العطف يا حلوين؟ الفاء والواو وثم وأو. اختراعات بها مدان متشابهين. مد بالألف ومد بالألف. مد بالألف الأول الممدود حرف الراء، والمد بالألف الثاني الممدود حرف العين. بدأت هي فعل ماضي. والخليفة بها لام قمرية تنتهي بتاء مربوطة. قام فعل ماضي. مكتبة وعامة مفتوحة بهم تنوين بالكسر. للعلماء بها حرف جر وفي حرف جر. لو جينا نبص لكلمة بيت، الياء هنا مفهاش مد، لأن الياء هنا إيه؟ ساكنة. وكذلك الحرف الذي يسبقه ماله مفتوح. واحنا طبعا قلنا لو مد بالياء ايه هيسبقه كسر. وطبعا عارفين القاعدة اللي بتقول المد ايه ما بيتشكلش. احسنتم. الحكمة بها لام قمرية وتنتهي بتاء مربوطة. كان فعل ماضي. الذهبي بها لام شمسية. مليئا بها تنوين بالفتح. بالعلماء الباء حرف جر. عندنا كلمة اللذين اسم موصول للجمع المذكر. أسهم فعل ماضي والواو واو الجماعة. المجالات بها لام قمرية وبها مد بالألف. التي اسم موصول. وطبعا الألف واللام في كلمة التي الألف واللام أصلية مش زائدة، لا هي لام شمسية ولا لام قمرية. لا تزال أسلوب نفي. لا تزال إيه أسلوب نفي؟ خالدة تنوين بالفتح وتنتهي التاء مربوطة وبها مد بالألف والممدود حرف الخاء. حتى تنتهي بألف لينة. تعالوا نشوف المعاني اللي في الدرس. أول كلمة عندنا الازدهار معناها إيه؟ التقدم. أسهم معناها شاركوا. خالدة باغية عهد زمن. بغداد مدينة بالعراق. عصور الظلام عصور التأخر العلمي. عصور أزمان معظم أكثر يعود يرجع. سماها أطلق عليها. الحكمة هي السداد في القول والفعل. الكلمة ومضادها تعيش تموت. الظلام النور. الجهل العلم. كثرة قلة. افتتاح اختتام وغلق. الازدهار التأخر والتخلف. أول آخر. عامة خاصة. خالدة فانية وزائلة. مليئا فارغا. العرب العجم. علماء جهلاء. معظم كلة. الحكمة الطيش. الكلمة جمعها الوقت جمعها الأوقات. الوقت جمعها إيه؟ الأوقات. فترة فترات عهد عهود. الخليفة الخلفاء. مكتبة مكتبات. الحكمة الحكم. الفضل الأفضال. الكلمة مفردها عصور عصر. اختراعات اختراع. علماء عالم. المجالات المجال. العرب العربي. الدارسين الدارس. شوف الأسئلة.
المثل الأول، صف حال أوروبا في عصور الظلام كانت تعيش في جهل وتأخر. سؤال الثاني، كيف كان حال العرب في فترة عصور الظلام في أوروبا؟ كان العرب يعيشون في ازدهار وتقدم. سين ثلاثة، إلى ما يعود الفضل في معظم اختراعات اليوم؟ يعود الفضل لمعظم الاختراعات للعلماء العرب. متى بدأت العصور الذهبية للعرب؟ بدأت في عهد الخليفة هارون الرشيد 786. ماذا فعل هارون الرشيد لتشجيع العلم والعلماء؟ عمل إيه؟ قام بافتتاح أول مكتبة عامة مفتوحة للعلماء في بغداد وسماها بيت الحكمة. سين ستة، أين افتتح الخليفة هارون الرشيد أول مكتبة وماذا سماها؟ في بغداد وسماها بيت الحكمة. كده خلصنا الجزء الأول، وإن شاء الله نتقابل على الجزء الثاني من الدرس.